مشاهدينا ورجعنا لكم تاني، ودلوقتي بقى فقرات طعم البيوت اللي كلها هتكون حاجات الحقيقه بتهم الاسره المصريه، ودايما كمان بنفكر كده في الموضوعات اللي بالاخص بتهم المراه المصريه. في البدايه طبعا انتم شايفين الجو كل شويه فيه تغيرات في الجو، والنهارده الجو حر ازاي، كتير مننا بينسى ان هو يشرب ميه وما بيبقاش عارف يتسحر ايه كمان على السحور علشان ما يحسش بالعطش لفترات طويله اثناء فتره الصيام. اسئله كتيره جدا بنسالها ليها علاقه بالتغذيه، عشان كده احنا دلوقتي هيكون معانا دكتوره ايمان كامل اتصال تليفوني، وهنستفسر منها بقى على ايه الاكلات اللي احنا ممكن ناكلها على الفطار والسحور علشان ما نحسش بالعطش. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، كل سنه وحضرتك طيبه ومنورانا في طعم البيوت. اهلا بكم، منور بيكم. اهلا وسهلا. زي ما انت شايفه كده الجو كل شويه في تغير، والنهارده الحقيقه الجو ابتدى يحرر وكلنا ابتدينا نحس بدرجات الحراره المرتفعه، فهنا بقى بتنصحي بايه ان احنا نفطر على ايه، وبتنصحي بايه نتسحر بايه عشان مع ارتفاع درجات الحراره دي ما نحسش قوي بالعطش واحنا صايمين؟ اهلا بيكم، رمضان كريم. احنا طبعا لازم نعرف ان مكونات الجسم اغلبيتها ميه، يعني احنا اكثر من نص جسمنا او ثلاث ارباعه مكوناته ميه، وطبعا وخلقنا من الماء كل شيء حي، ومهم قوي الارواء لكل الخلايا في الجسم. فنبدا بالسحور مش بالفطار، السحور اهم. جميل. ان احنا ناخد الذريعه بتاعتنا اللي تكفينا في فتره الكام ساعه اللي احنا صايمينهم يكون جسمنا مروي كفايه. ازاي؟ ان احنا ما ناخدش اولا حاجات محتواها عن املاح كتير، ما فيش داعي ان احنا ناخد حاجات زي الجبنه الحادقه، زي ملح مثلا والتوابل زياده، زي المخللات، الثوم والبصل، المقليات، الحاجات المسكره بزياده هتطلب ميه. يعني اي حاجه حادقه بزياده او مسكره بزياده هتطلب ميه كتير. طب دكتور ايه الاكلات اللي ممكن ما تكونش بتحسسنا بالعطش لفترات طويله؟ يعني الزبادي والخيار والفواكه. والفواكه ايه بقى بالاخص في الفواكه؟ الفاكهه طبعا الكنتالوب معروف جدا، الجوافه، من البطيخ، كل طبعا البوتاسيوم برضو، الموز في بوتاسيوم. الموز في بوتاسيوم. لو خدنا الحاجات دي مع زبادي، معلقه عسل صغيره، خدنا مثلا برضو محتوى البروتين بيحسسنا بالشبع، لان احيانا المخ بيتلخبط بين الجوع والشبع، يتهيأ له انه جعان وهو اصلا عطشان، فبرضو ان احنا ناخد بروتين عشان يحسسنا بالشبع، ودي حاجه مهمه. يعني البيض والفول من الحاجات الكويسه، بس ما نحطش ملح وتوابل كتير. جميل جدا. ونقعد طبعا على السحور ما ناخدش بعديها شاي او قهوه، لان في ناس كتير بتاخد العاده دي. صحيح صحيح، في ناس كتير بتعمل كده. صحيح. ده بيخلينا نتخلص من الميه بسرعه. أوكي. لانه مضر بول، فاحنا ناخد، احنا ناكل الميه مش نشربها بس، ومش نبرها بس، احنا ناكلها. يعني الخيار والبطيخ والحاجات دي محتواها عالي جدا من الميه، ونقلل الاملاح على قد ما نقدر. في حاجات بتبقى فيها املاح خفيه، يعني مثلا واحده اتسحرت جبنه رومي، او اتسحرت حاجه ده صعب قوي، ده تاني يوم هيبقى العطش ايه، صعب جدا. او واحده فيها صلصه، بيض بسطرمه، او حاجات فيها ما او سمبوسك او حاجات جنب. ممكن مثلا حتى لو كنافه بالزبادي هتفرق، هتحسسنا حاجات بالشبع. بسيطه، مرطبات بسيطه. من غير الشربات الزياده. أنا بشكرك جدا دكتور إيمان على المعلومات القيمة دي، شكرا لحضرتك. دلوقتي فقرة طعم البيوت، ورجعنا لكم دلوقتي فقرة طعم البيوت. والحقيقة إن موضوع الفقرة بتاعتي النهاردة مفيش أسرة مصرية ما بتفكرش فيه، ميزانية البيت. إزاي إن الميزانية تكفي، إزاي إن الدخل الشهري بتاعنا يكون مظبوط وعلى قد المصاريف بتاعتنا وعلى قد احتياجاتنا. الحقيقة في الظروف الحالية هي معادلة بقت صعبة جدا، عشان كده إحنا النهاردة هيكون معانا أستاذة رانيا المارية، وهي خبيرة الاقتصاد والتنمية البشرية، ونحاول كده نستفيد من خبراتها ونعرف كده شوية نصايح عن الميزانية والدخل الشهري. أهلا وسهلا بحياتك ومنورانا في طعم البيوت. أهلا بيك يا دينا، وكل سنة وكل المشاهدين بخير وصحة. وأنت طيبة ومنورانا في طعم البيوت. خلينا كده في البداية بقى نبتدي كده بفكرة الميزانية. الحقيقة الميزانية كتير مننا بيكون شاطر فيها وبيعرف يمشي أموره ويظبط الدنيا، وكتير مننا الميزانية زي ما نقول كده بتبقى مخربة منه، وتلاقي الدخل الشهري بتاعه ممكن ما يكملش لحد آخر الشهر. التعريف المظبوط لكلمة التوفير وكلمة الدخل الشهري، ان الميزانية تكون مظبوطة، ازاي تكون صح؟
ميرسي على المقدمه اللطيفه دي. وخلينا ابدا زي ما قلتي التوفير وفكره اداره الميزانيه. اداره الميزانيه بالظبط هيها بنفس مفهوم اداره الوقت. اوكي. احنا عندنا الوقت ده المورد بتاعنا، وعندنا نشاطاتنا هي اللي بنوفق ازاي نستغل الوقت ده بشكل جيد جدا في نشاطاتنا، ونختار النشاطات المناسبة ان احنا يبقى عندنا منفعة من هذا الوقت. والتنظيم وتخطيط، وبنحاول نطبق فكرة التوفير اللي هي لما بنقول للناس وفروا الناس بيتخنقوا منا. التوفير مش معناه المفهوم الدارج اللي احنا درجنا عليه، اللي هو انا هحرم نفسي او فكرة يبقى ان انا هقلل. بالعكس، ده الفكرة الحقيقية للتوفير هي الوفرة. ازاي ان انا اعمل حالة من الوفرة في الفلوس اللي معايا، او ان انا اكترها، بمعنى ان انا اخليها فيها كثرة، ان يبقى معايا فلوس. أوكي. فانا مش ما بقول له ما تشتريش، انا بقول له في ادوات ممكن تستعملها تخلي معاك فلوس زيادة في جيبك. ايه هي الادوات دي؟ حاجات كتيرة، منها اول حاجة ان احنا ما نهدرش الفلوس دي. تمام. ان احنا نستغلها بطريقه مثلى. ازاي بقى؟ يعني اوقات في ناس كتير يا استاذه رانيا بيجيبوا ورقه وقلم مثلا ويكتبوا الدخل الشهري بتاعهم، يكتبوا احتياجاتهم الاساسيه، يبتدوا يقسموا المصاريف بتاعتهم. ايه الحل الامثل ان انا ادير ميزانيه بيتي بشكل مظبوط؟ ايه النصايح اللي ممكن تقوليها لنا؟ اول حاجه قلتيها ان انا لازم ابقى مدونه. وفي قانون لطيف كده اسمه قانون ال 50-30-20. ان انا بوزع فلوسي على النسب دي، 50% بخليها لاحتياجاتي الأساسية. ما احنا بنقول كفتين. صحيح. الدخل بتاعي 50% من الدخل على حاجة اسمها الاحتياجات الأساسية. والاحتياجات الأساسية دي أنا بعرفها لنفسي، بقول أنا مش عارف أعيش من غيرها. فبالتالي بحط في ظرف كده الفلوس ال 50%، بحط في ظرف تاني 30%. 30% دي هي رغباتي او طموحاتي او الحاجات اللي هي بتخلي حياتي اسهل. وبتخلي حياتي فيها مور لكشيريس كده، يعني ابقى مرتاحه ومبسوطه وبصرف على رفاهيتي. جميل. 20% المفروض احنا بنحوشها علشان نستثمرها، ولكن زي ما بتقولي كده الناس هيزعلوا منا، مفيش استثمار، بس بنخليها للديون. احنا خلينا ازاي بس نقسم 50-30. لما اجي اشتري اعملها ازاي دي؟ لسه كنت اسال حضرتك بقى دلوقتي، واحنا رايحين نعمل شوبينج او احنا رايحين نجيب حاجات من السوبر ماركت، من المحلات، حتى لو لبسه او كده، ازاي ان انا اعمل شوبينج بطريقه مظبوطه؟ ازاي ان انا اتسوق بطريقه مظبوطه؟ لان اوقات كتير الحقيقه الواحد بيروح ما بيبقاش عارف هو عايز يجيب ايه، بيلاقي الدنيا منه باظت خالص. ده من البدايه بقى فكره التنظيم. انا هبتدي انظم اولوياتي وانظم الاحتياجات اللي انا عملت لها اولويات دي، ان هي هتتصرف من الجزء الاولاني اللي هو 50% فقط. تمام. وبالتالي بعمل ايه؟ يعني ببعد اشياء كتيره ملهاش لازمه. وانا بعمل كده بحدد بعير. انا ببقى عارفه انا كم شخص عندي، لو احنا بنشتري للفود اند بافريج، للمأكولات والمشروبات للبيت، كم شخص عندي. ببتدي اكتب المنيو خلال الاسبوع. المنيو بعد ما اقول انا فطار كذا والغدا كذا الفطار والسحور كذا، ده هحوله الى مستلزمات هنزل اشتريها من السوبر ماركت. طب سؤال بقى، هل اجيب طلباتي بالاسبوع ولا اجيب طلباتي بالشهر؟ مين اللي يوفر اكتر معايا؟ بجيب طلباتي اللي هي ممكن تتخزن لمده شهر. بالشهر. تمام. وبجيب الطلبات اللي هي لا عندها زي يعني الخضروات والفاكهه او الجبن الحاجات دي كلها، لا بتتجاب على حسب هي صلاحيتها، ممكن تقعد معايا لغايه امتى. تمام. وعلى حسب استهلاكي انا. يعني لو انا بستهلك كل يوم نص كيلو حاجات فريش خيار، من الاحسن ان انا اجيبه فريش وانا راجع من الشغل، او انا طالعه او انزل كل يوم اتمشى واجيب الحاجات بتاعتي الاحتياجات الأساسية. وبالقد على فكرة، عادي جدا، مش لازم كل حاجة أجيبها كيلو. لو إحنا فردين كل واحد يجيب ربع أو نص على أساس الاحتياجات بتاعته اللي هو عايزها، بحيث إن الحاجات ما تترميش. طيب نيجي بقى لمرحلة تانية. كل الستات أول لما بتشوف كلمة offers في أي مول أو أي ماركت بتلاقي الدنيا راحت بقى منهم في حتة تانية خالص. إمتى الأوفر فعلا يبقى
كويس ويبقى فعلا مفيد ليا، وامتى الاوفر ده ممكن ان انا ابقى بهدر فعلا فلوسي واجيب حاجات مش محتاجاها ومش لازماني، يعني احددها ازاي؟ في ثلاث اسئله بسال فيها نفسي. لو جاوبت عليها بالايجاب يبقى الاوفر ده مناسب ليا جدا. اوكي. مناسب. احنا بنشتري الحاجه اللي هتنفعنا وفيها مصلحه لينا. تمام. هسال السؤال ده، يا ترى السعر الاوفر ده في حته تانية ارخص منه؟ يعني هو ممكن يبقى اوفر بس منزل 10% وهو الماركت ده سعره غالي، بس لو انا هروح في سعر الجمله، سعر الجمله هيبقى ارخص من المكان اللي فيه الاوفر ده. طبعا. فهسال نفسي هل في مكان تاني بينزل بسعر ارخص؟ يبقى الاوفر ده كويس. تاني سؤال، هل الحاجه دي من احتياجاتي اللي انا بشتريها، من الاحتياجات الضروريه اللي انا هصرف عليها من 50%؟ يبقى اوكي. انا هنا بقتصد. بمعنى ايه؟ ايه معنى الاقتصاد؟ يعني ان انا بحط الحاجه القصد في حاجه في مكانها المظبوط، بستغل مواردي دي بطريقه مثلى، ما اهدرش الموارد، ما ارميهاش، ما تخلص صلاحيتها فارميها، ما يبقاش جايبه حاجه مش من احتياجاتي بتاعه ال 50% اللي انا محددها للضروريات، وبالتالي لو جبتها دي حاجه زياده يبقى ممكن ما استغلهاش. ولو استغلتها انا جيت على حاجه اساسيه. يعني انا مثلا هجيب فاكهه، عاملين اوفر على الفاكهه، والفاكهه خلصت الفلوس بتاعتها، انا جيت بقى على الاساسيات، لما هاجي اشوف الرز والسكر والمكرونه الاساسيات بتاعت البيت، انا كده جرت على النسبه بتاعتي على حاجه ثانيه. فانا لازم ابقى فاهمه انا بعمل ايه وتحتاج ايه المره دي. مثلا لو ابني مثلا عامل دايت، نظام غذائي معين، ايه الاكلات اللي انت هتحتاجها؟ ابتدي ان انا اسال عشان اكون فكره للاسره كلها، لان احنا بنصرف على احتياجاتنا. صحيح. وكمان لما بيبقى فيه الدخل من الاب او الام، او حتى الولاد كبار وبيشتغلوا وبيساهموا معانا في البيت، فالدخل من كذا شخص، فبرضه هم بيساهموا معانا، ولو هم اطفال بيساهموا معانا وبيبقوا عارفين دخلنا كام، واحنا بنعرف احتياجاتهم كام، وهم بيبقوا فاهمين ان هم لما عايزين مصروف او عايزين يشتروا حاجه بيبقى ليهم حاجه بورشن معين من الفلوس، نسبه معينه. خليني بقى اسال حضرتك سؤال مهم جدا انت قلتيه دلوقتي، وهو فكره انا لو عندي اطفال، هل الصح ان انا اعرفهم دخلي ايه؟ اقول لهم مثلا احنا الشهر ده مثلا مش هنقدر نجيب حاجات كتيره رفاهيات عشان مثلا الدخل بتاعي قليل، هل ده صح نفسيا طبعًا على طبعًا الاطفال طبعًا ولا لا؟ لان اوقات كتير الابهات فعلا بيضغطوا على نفسهم عشان ما يحسسوش اي مسؤوليه لاولادهم او اي ضغط مادي لاولادهم. لا، ده هو ده بقى التدريب على المشاركه والتدريب على تحمل المسؤولية. بس كل مرحلة سنية وليها طريقة. من 0 لـ7 احنا بنعلمهم اي حاجة عن طريق اللعب. لعبة بنخش في لعبة سوا، بنلعبها، يلا بينا نلعب لعبة الشوبينج، ننزل تعالوا نبتدي نلعبها ازاي، او نعلمهم بالبنك السعادة والمونوبولي وقيمة الفلوس واللعب البسيطة دي، ونبتدي نقول انت مسؤول النهاردة ان انت هتشتري مثلا السناكس بتاعتك اللي بتاخدها في المدرسة، يلا نروح السوبر ماركت وانت اللي هتروح تجيب العصير بتاعك وتعرف العصير بكام وتروح تدفعه على الكاشير. نبتدي نمرنه ونعلمه قيمة الفلوس على قد مرحلته السنية ومرحلة استيعابه وإدراكه. جميل جدا. أنا بشكر حياتك طبعا على النصايح الجميلة دي والمفيدة جدا لينا، والحقيقة فعلا الواحد كل ما هيفكر ازاي يوفر وازاي ان هو يعني يشتغل مظبوط على دخله الصحيح، كل ما هيبقى بعد كده مرتاح وهيبقى الدنيا احسن بالنسبة له ويكمل الشهر ان شاء الله في سلام. انا بشكر حياتك جدا استاذة رانيا، نورتينا في طعم البيوت. شكرا جزيلا. مشاهدينا دلوقتي خلصت فقرتنا، وهنروح دلوقتي الفاصل وهنرجع تاني نكمل معاكم بقية فقراتنا في طعم البيوت.